وزارة الصحة بتحذر وبتقول ان في حقن البرد تتسبب في العديد من الوفيات مؤخرا. عايز اقول لكم حقن البرد دي ايه؟ جرت العادة عندنا وفي الارياف وفي اماكن مختلفة ان الراجل اللي بيجي له برد يروح للصيدلي يقول له النبي اعمل لي ايه؟ يعني مجموعة كده واديني حقنة. فهو بيروح جايب له مضاد حيوي قوي جدا على حاجة خافضة للحرارة قوية جدا على حاجة مسكنة قوية جدا وحطهم كلهم في حقنة واحدة ويروح ضارب الحقنة ويروح المواطن علشان ينام وتخلص على البرد بالنسبة له. هذه هي الفكرة الشائعة. طبعا مش عايز اقول لكم طبيا ده غلط قد ايه وده يعمل مشاكل ازاي، ولكن خلينا نسمع رأي الوزارة. دكتور حسام عبد الغفار متحدث باسم وزارة الصحة، مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ محمد، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك الكرام. زي ما حضرتك ذكرت الحقنه اللي هو ايه، لم لي شويه حاجات على بعض دي. يعني هي يعني بدايه يعني اخذ الدواء في كل القواعد الطبيه لا يكون الا بعد وصفه طبيه. تمام. فاحنا اول خطا بيتم ارتكابه ان انت بتروح تاخد دواء من غير وصفه طبيه. طب في بعض الادويه على سبيل الحصر وهي اللي بيسميها الاو تو سي او اللي موجوده اون شيلف بتتاخد من غير وصفه طبيه بالقطع، ليست منها الحقن. فانت الحقن تماما في كل دول العالم وفي كل القواعد الطبيه لا يمكن اخذه بدون وصفه طبيه. يبقى انت بتاخد حقنه، دي اول غلطه عملتها من غير وصفه طبيه. ثاني حاجه انها ليست حقنه من مكون كيميائي واحد، ده هي مجموع خلطه. انت بتركب الصيدلي بيعمل خلطه، انت مش فاهم لو حطيت الدواء ده مع ده ايه اللي هيحصل بالظبط. فلا انت عارف اثار التفاعليه لارتباط هذه الادويه مع بعض في حقنه واحده، ولا الكميات دي هي مناسبه ولا مناسبه، ولا هل لو جمعت الكميات دي هينتج منتج ثالث خالص محدش يعرفه او رابع او خامس، او تاثير اضعاف او تقويه الجرعات اللي بتتحصل. دكتور حسام، هل تم رصد بالفعل وفيات بسبب ان هي اخذوا الحقنه دي؟ حصل ان هناك وفيات في الشهور الماضيه بسبب تعاطي مثل هذه الحقن. الاعداد تقريبا قد ايه يا فندم؟ لا يعني الحقيقه الحمد لله الاعداد ليست كبيره، لكن مجرد وفاه مواطن واحد ده في حد ذاته اشكاليه كبرى. وتم تحديد ان هو اخذ الحقنه دي روح، لانه في ارتباط ما بين، يعني في ناس توفيت بعد اخذ الحقنه في نفس اللحظه، يعني اخذ الحقنه من هنا ويعني انتقل الى رحمه الله تعالى. فاحنا بنتكلم النهارده على مجموعه من الاخطاء الضاره بالحياه والتي قد تؤدي الى الوفاه بسبب في النهايه لم يقل اي مرجع طبي بانه المضادات الحيويه بتعالج الحالات الفيروسيه. يعني انت بترتكب كل هذه الاخطاء الطبيه وتعرض حياتك وحياه محبيك للخطا وحياه من تحب للخطر واحتماليات الوفاه بدون ما يكون هناك اي دليل على ان الحقنه دي اصلا لها تاثير. بالظبط كده. هو المواطن عايز يخلص يقول لك اديني مجموعه البرد، فياخد كيس كده فيه 10 حبايات ولا 6 حبايات يروح ضربه مره واحده، او ياخد الحقنه المجمعه دي. ودي عادة أو تقليد قديم جدا جدا موجود في مصر. طيب نصيحة حضرتك لو يعني، طبعا ده ملوش دعوة لا بكورونا ولا ليه دعوة بأي حاجة خالص، ده ليه دعوة بعادات يتم ممارستها في مصر ومنذ زمن بعيد لمقاومة البرد العادي اللي هو هيجي يرقده فهو عامل أو فلاح ومش عايز يرقد كتير، عايز يخلص على الليلة دي. نصيحة حضرتك إيه؟ أنا مش قادر أوصل لطبيب، هل أركز إن أنا آخد مثلا خافضات حرارة لوحدها، آخد مسكنات لوحدها، آخد فيتامينات؟ نصيحتك للمواطن المصري للابتعاد عن المجموعة دي إيه هي؟ لا هو ينبغي تماما إنه يبتعد عن المجموعة ويمنع تماما أخذ مثل هذه الحقنة، لكن النصيحة اللي زي ما حضرتك قلت في حال إذا لم يكن هناك وسيلة سريعة للوصول إلى طبيب للكشف، فأدوار البرد تعالج بالراحة، تعالج بالسوائل الدافئة يعني المشروبات الدافئة، تعالج بالأدوية مسكنات أو مخفضات الحرارة
التي يمكن اخذها لحين العرض على الصيف، لكن لا المضادات الحيويه يمكن اخذها بدون وصفه طبيه، ولا الحقن يمكن اخذها بدون وصفه طبيه، وبالتالي هذه النصيحه هي الراحه مع السوائل الدافئه وتناول الفيتامينات التي ترفع من درجه المناعه، والاكل الجيد اللي بيرفع من مستوى المناعه في عند الانسان. طيب حدثني عن الكورونا، اخبارها ايه في مصر؟ احنا بقالنا فتره ما بنسمعش اي حس للكورونا. يعني الحمد لله ده دلاله على ان الوضع العام للكورونا مستقر حتى على مستوى العالم. مؤخرا كان هناك فيروس او متحور جديد الحمد لله لم يصل الى مصر، لكن حتى منظمه الصحه العالميه وهي تتحدث عنه فهي تتحدث على انه صحيح واسع الانتشار اكثر، لانه احد المتحورات الفرعيه من الاوميكرون، ولكنه اضعف كثيرا. لكنه بالضبط كده، اضعف في شده المرضى واضعف في الاحتياج لدخول المستشفيات. يعني انا النهارده ما انتش محتاج ان انا اعمل مسحه لو جالي برد، على اعتبار انتظر لو شفت اعراض اكبر شويه اعمل المسحه، مش كده؟ بالضبط. يعني النهارده التعامل بقى من خلال اللقاحات اللي موجوده ومتوفره والادويه التي تخفض من درجه الحراره، لانه الاعراض هي اعراض الجهاز التنفسي العلوي الحمد لله ليس السفلي، اللي هي عباره عن رجفه وارتفاع في درجات الحراره مع كحه في بعض الاحيان، لكنها تزول في خلال فتره لا تزيد عن 3 إلى 5 أيام. دكتور حسام الغفار بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله وعلى هذا الايضاح.